إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا. نصبحكم بروك من خلال البث المباشر بشوارع مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. نأخذكم في جولة صباحية كما عودناكم دائما، والجو سخون، لا زالت درجة الحرارة مرتفعة في مدينة فاس. الحرارة الآن وصل في الصباح 31 درجة، مازال كتوصل في الوقت ديال الديروة كتوصل لواحد 46 47 درجة. أجواء بمدينة فاس مثيرة، أجواء جميلة، ولكن اللي كيفسد يعني الأجواء هو درجة الحرارة المرتفعة صراحة بصدق. إذن دائما معكم في هذا البث المباشر من شوارع مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. واش سبق لكم زرتوا هذه المدينة الجميلة المعروفة يعني تاريخيا في المغرب؟ بطبيعة الحال من أعرق المدن المغربية مدينة فاس، مدينة 12 القرن. واش سبق لكم جيتوا المدينة وشنو كيعجبكم في مدينة فاس؟ واش تفضل على ان بالرغم من ارتفاع درجه الحراره الان اللي كتعرف المدينه ديال فاس تجي لها في الصيف؟ شكون اللي كيجي لفاس في الصيف؟ انا في انتظار تعليقات ديالكم. واش تقدر تجي لمدينه فاس يعني في اطار السياحه تجي لها في يعني في فصل الصيف، ام انك تفضل تجي لها في فصل الشتاء ولا الربيع ولا الخريف؟ اذا دائما في انتظار تعليقات ديالكم متابعينا. كنعتذر، يمكن ربما التعليقات ما كيطلعوش، غنشوف. انا من فاس. اذا التعليقات بداو كيطلعوا الان متابعينا الاعزاء. مرحبا، فينا بلاصه في فاس سي دارك دراكينغ دو دراكينغ؟ اين بلاصه في فاس انت؟ سعيده العيادي، مرحبا بكل من التحق بنا. الناس ديال فاس مرحبا بكم، ناس ديال كل المدن المغربيه اللي كيتابعوا هذا البث المباشر كنرحبوا بكم في المدينه ديال فاس. الى جيتوا مرحبا بكم. حنا الان في شارع الجيش الملكي، من اشهر الشوارع اللي كاينين في مدينه فاس. شفت واحد الظاهره كاينه في فاس صراحه عاد بدات كتنتشر، لي ترونتينيت الكتريك. الناس ولاو كيستعملوا لي ترونتينيت الكتريك، لي سكوتور الكتريك ولا لي ترونتينيت الكتريك، ولاو الناس كيستعملوهم في فاس. وهذه ظاهره جميله في ظل ارتفاع ديال اسعار المحروقات، فلي ترونتينيت الكتريك كيتستعملوا وكيتشارجاو. كتشارجيها المده ديال لاباتري ديالها كتشارجي واحد 3 ساعات ولا ساعتين. الثمن ديالهم الا خديتيها بون اوكازيون كاين من 1000 درهم حتى 3000 درهم، خديتيها جديده راه نفس الثمن تقريبا. كيتم الاستعمال ديالهم الان من الطرف الساكنه ديال فاس. شفت بان الظاهره ولات كتكثر في فاس، لان في ظل ارتفاع ديال اسعار المحروقات ما بقى قد حد كيقدر يهز السياره باستمرار. فلا هزيتيها كل نهار بطبيعه الحال ما غاتكفيك شي، معاها واحد 100 درهم ولا 150 درهم في النهار.
دير لو مينيموم الا كنتي كتسيركيلي غير في المدينه. اذا الناس كتلتجئ الان لي طرونتينيت الكتريك ولا لي سكوتر الكتريك، كيحاولوا الناس يبعدوا من استهلاك ديال الغازوال والاستهلاك ديال الاسعار المحروقات. دابا الان راه في شكل مرتفع بالرغم من اننا حيدوا واحد البركه، ولكن مازال الناس كيتشكاو، مازال الناس كيقولوا الاسعار ديال المحروقات مرتفعه. معكم دائما متابعينا من مدينه فاس. كيف هي الاخ الحملات الامنيه من المدينه؟ تم القضاء على الاجرام. بطبيعه الحال كاينين حملات امنيه مكثفه على المجرمين وعلى يعني الفرقه ديال مكافحه العصابات والمخدرات في مدينه فاس، دايره اكثر من الدور ديالها. حنا كنقيلو كنشوفو دايره اكثر من الجهد ديالها وما مقصراش، ودائما كتسمع مجرم تشد هنا مجرم تشد هنا. الحمد لله الامن ديالنا في مدينه فاس داير الدور ديالو، وكل الشكر والتقدير ليهم. صباح الخير، صباح النور والتيسير. شكون اللي يعرف هاد البلاصه اللي حنا فيها الان؟ شكون اللي يعرف هاد الشارع اللي حنا فيه؟ قليل اللي غيعرف هاد الشارع الا ولاد فاس. ولاد فاس بطبيعه الحال غيعرفو. قلت يعني واش سبق لكم جيتوا لمدينة فاس؟ كيفاش كتجيكم مدينة فاس؟ واش مدينة فاس من ناحية ديال التنمية ومن ناحية ديال المشاريع اللي كتصوب في مدينة فاس، واش هي مدينة عاطينها القيمة ديالها وعاطينها يعني خاصها تكون بواحد الحلة، خاصها تكون بواحد، لأن ميتروبول مدينة فاس راها ميتروبول. كنتحدثوا على من اكبر المدن اللي كاينه من الكثافه السكانيه، راه هي الثانيه في المغرب، كاين كدار البيضاء والثانيه مدينه فاس من الناحيه ديال الكثافه السكانيه، من الناحيه ديال المساحه لربما هي الثالثه الرابعه ولا الثالثه. اذا واش مدينه فاس واخده الحظ ديالها من التنميه في الجهه وفي المغرب؟ واش مدينه فاس، وهذا سؤال ما غيجاوب عليه الا ولد مدينه فاس اللي عايش فيها واللي كيلاحظ بشكل يومي على ان كاين بزاف ديال النواقص، كاينين بزاف ديال النواقص والحق يقال. النواقص كاينه على مستوى وسائل النقل الحضريه، كاين على مستوى النظافه، كاين بزاف ديال النواقص، كاين على مستوى المشاريع، على هنا الشباب واش كاين عندهم مشاريع فين يشتغلوا ولا لا، كاين بزاف ديال النواقص. مدخل محطه القطار بطبيعه الحال السفاريد ولد فاس، السفاريد واش ولد فاس؟ صباح الخير من طنجه، تحياتي لكم سي عبد المجيد الزموري، تحيه لك سي عبد المجيد ومرحبا بك في مدينه فاس. حي السلام، لا ماشي حي السلام، سي ادريس هذه المدخل ديال لاكار ديال القطار، حنا في الرومبون ديال لاكار في الخصه.